حتى يتبين لهم أنه الحق. أن العلماء قالوا أخيرا في آخر دراسة كونية إن كل شيء في الكون تحدد مصيره في الثانية الأولى. يا الله، حتى شكل البشر، حتى شكلي وشكلك وشكل الأرض وشكل الأمطار والحيوانات والطبيعة، وكل هذا تحدد في الثانية الأولى. لماذا؟ لأن القوانين التي نسير عليها نحن الآن وضعت خلال الثانية الأولى من عمر الكون. الله الله، قوانين يعني أنا الآن أستقر بفعل قانون جاذبية وإلا طرنا في الهواء. وجود الهواء هذا وكثافة الهواء مناسبة لي، لو كانت أعلى من ذلك لاختنقنا، لو كانت نسبة الكربون عالية لتسممنا ومتنا. فجاء كل شيء متوازن وتم تحديده ليس خلال الثانية الأولى، بل كما يقول خلال جزء من تريليون 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 جزء من الثانية. يعني الزمن غير محدود، بسيط جدا، تحددت ماهية الكون وقوانين الكون. لذلك هنا قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. أشار إلى أن كل هذا الخلق خلق وفق تقدير ووفق نظام محكم بقدر، ثم قال: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بلمح البصر، ولكن بعد ذلك هناك مراحل وعمليات لنا من أجلنا، وضعها من أجلنا لنكتشف بدايات الكون، نكتشف بدايات خلق الأرض. لأن الله تبارك وتعالى يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. لو لم يكن هناك نظام مبرمج في الكون ومراحل وعمليات وخلق الكون على 6 أيام وكذا وكذا وكذا، لم نستطع اكتشافها. الله قادر أن يخلق الكون بلمح البصر وانتهى الأمر، ولكن وضع هذه المراحل. الأمر صدر بلمح البصر، ولكن التطبيق العملي جاء على مراحل طويلة. لذلك نجد أن عمر الكون 13.7 مليار سنة، ونجد أن عمر الأرض 4.5 مليار سنة، ونجد أن مثلا هناك نجوم عمرها 5 مليار أو 10 مليار سنة أو 13 مليار سنة، كلها تكتشف حديثا. لولا هذا النظام الكوني لم نستطع اكتشاف هذه المنظومة الكونية الرائعة.